إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي الأوفياء لقناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر والحصري من ضواحي مدينة العرائش، في حالة من الحالات الإنسانية. الشاب مدينة العرائش وبالضبط بدوار الهيكدة كيعاني بعد ما تعرضوا رجليه للميكروب، يعني واحد الميكروب ادالو الرجل ديالو، ولكن للاسف متتبعين الاوفياء راه الرجل ديالو واحد مابقاش كيحس به، يعني في اي لحظه يقدروا يقطعوه له، والرجل الثاني راه حتى هو تنكل مابقاش كيما كان. محمد كيعاني في صمت ليل نهار غير من الحريق ديال رجليه، يقدر لا يتمشى ولا يتحرك. محمد فهو رب للاسره، عنده شحال الوليدات؟ عندك ثلاثة الوليدات توقف على العمل بسبب الرجل ديالو، تقريبا هذه 4 أشهر. هاكي طالب من المحسنين ومن المتتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في أنهم يتعاونوا معاه، راه الحالة ديالو ضعيفة والحالة ديالو لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجلين ديالو ما نقدروش نبينوهم لكم للأسف متتبعين، راه داك الشيء راه ما تقدرش تشوفوا. والله اش غنقول لكم المتتبعين الاوفياء، راه الا شفتيه راه ماشي غادي يبقى فيك الحال، يبقى فيك الحال وملهيه. هو دابا جالس حدانا وكيعاني، ما قادرش انه حتى يجلس. اذا غادي نخليكم مع محمد، غادي يحاول انه يعرفنا براسو وكيفاش اداه المرض وشنو كيطلب من المحسنين. اذا كنتمناو قبل كل شيء من المتتبعين الاوفياء لقناة شوف تي في انهم يبارطاجيو اللايف، لعل وعسى يكون شي محسن او محسنه لتعاون الاخ محمد باش ما يتقطعش ليه رجلو، وخاصة الاطباء قالوا ليه بان رجليك غادي تقطع. تفضل خي محمد. السلام عليكم اخويا. السلام عليكم خارج الوطن وداخل الوطن، اخوتي المسلمين. انا كنتقطع راه فيا شي مرض لا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. المحسنين عاونوني، المحسنين انا عندي 3 الوليدات، عاونوني المحسنين. انا كنتقطع اخوتي، انا ما كننعس لا بالليل لا بالنهار. عاونوني المسلمين، عاونوني المحسنين، عاونوني المحسنين. انا كنتقطع بالليل وبالنهار، نعس لا بالليل لا بالنهار. عاونوني اخوتي، عاونوني، الله يرحم الوالدين ديالي يا خويا. راه ما نقدروش نشوفوها، اجي تشوفوا الحاله، راه ما نقدروش نشوفوها خويا، راه ما نقدروش نشوفوها. الله يرحم لكم الوالدين، عاونوني المحسنين، عاونوني المحسنين. الله يجازيكم، الله يجازيكم. شحال تقريبا باش مرض رجلك؟ انا قول 4 شهور ولا 5 شهور اخويا. انا ما نقدرش اخويا تشوفي الحاله ديالي، انا ما نقدرش تشوفي الحاله ديالي اخويا. انا مزوق اخوتي، انا مزوق فيكم اخوتي، انا مزوق فيكم اخوتي. حسبي الله ونعم الوكيل. مشيتي عند الطبيب، الطبيب تاعي كيقول لك تبع ما كيدير لك حتى شي حاجه، اش يدير لك الطبيب؟ يا رب من الداخل، انا كنتقطع من الداخل بجيب من الخارج اخوتي. شوفوا الحاله ديالي اخوتي، راه ما تقدروش تشوفوها، راه لا وريتها لكم ما تقدروش تشوفوها اخوتي. ما يقطعوه لي اخوتي، وعملوه دابا 3 سنين ضربوا لي العمليه اخويا، على كره واحد راه كانوا يقطعوا لي. ربي ورضات الوالدين، ربي ورضات الوالدين. ودابا دابا هاد السنه هادي عاودوا قالوا لي ثاني دابا راه حنا نقطعوا القرعه الاخر اخوتي. راه مدي بجوج،
الاخر يقدر يقطعوه لي اخوتي، والاخر ثاني الاخر عاوتاني راه تعادى لي ولا عاونتوني يا اخوتي، لا عاونتوني راه ما يمشي لي حتى حاجه. يا ربي يا ربي يا ربي الله يرحمكم الوالدين، عاونوني يا اخوتي، عاونوني المحسنين، عاونوني المحسنين، عاونوني، عاونوني المحسنين، عاونوني، عاونوني المحسنين، عاونوني، عاونوني المحسنين، عاونوني. إذا كما سمعتوا المتتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في، راه معاناة والله العظيم ما تقدروا تشوفوا الجلد ديالو، راه شنو نقول لك، يحسن عوانه، راه الألم، راه أي لاحظ شي حاجة فوق من رجلو راه يقدر يتقصح، يقدر يضر. نوريكم رغم أن رجلو أنا غطيته لكم باش ما تقدروش، باش ما تشوفوش، لأن شنو نقول لكم داك الشيء كل المقاييس. وهذا نداء كنوجهوه لوزارة الصحة، هذا نداء كنوجهوه لوزارة الصحة والمندوب الصحة بإقليم العرايش، محمد راه في يديكم، محمد أمانة في يديكم وفي أيادي المحسنين. وهذا نداء كنوجهوه للمحسنين والمحسنات داخل الوطن وخارج الوطن، راه كيناشدكم وكيطلبكم أنكم توقفوا معاه، راه عنده الوليدات، راه الا تقطعوا له رجلو هو دابا حاليا ما كيقدرش يتحرك، ما كيقدرش يتحرك ولا يقدر يتمشى. حنا دابا كنصوروا معاه من داخل الطوموبيل ديال الصديق ديالو، راه ما كيقدرش يتحرك، ما كيقدرش يتمشى، الطوموبيل ما يقدرش يهوز حتى من الطوموبيل. مشيتي للطبيب؟ شنو قال لك في الطبيب خي محمد؟ الطبيب خرجوا لي سكانير، خرجوا لي راديو، يقول لي عندك العروق مبوشين، ولا يتني دفعوني الرباط، شيتني الرباط ما قبلوني شي، قالوا لي سير سير تا الغدا واجي شد الرانديفو. مشيتني وليت جيت على غدا ما كاينش العقل عليا، قالوا لي ما سير ما كاين حتى حاجه، انا على انا باقي كنموت لدابا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دابا خاي محمد، انت شكون اللي كيصرف عليك على الاسره ديالك، مع العلم انك انت عندك ثلاثه البنيتات جوج؟ اخويا رانا انا باقي مخشي اخويا، رانا مع والدي راه هما اللي باقيين كيصرفوا عليا، مع والدي اخوتي راه هما اللي باقيين كيصرفوا عليا، انا راه نمشي ولي والدي اش باغي يعقل عليا اخوتي، شكون اخوتي وما كيعقلوش عليا، راه الوالده، راه الوالده هي اللي كتصرف عليا اخويا، ثلاثه الوليدات انا والمرأة خمسة. شنو كطلب دابا خي محمد؟ انا كنطلب المحسنين يعاونوني، كنطلب المحسنين يعاونوني، كنطلب المحسنين يعاونوني، كنطلب المحسنين يعاونوني. رجلك يضرك واقع لك يحرقك؟ رجلي راه مشعلن فيا العافية اخويا، العافية مشعلنة فيا العافية، راه قادر تشعل لي العافية نتخشى فيها وما تخلي لي شي رجلي هكايا. اخوتي رانا كنتقطع، رانا كنموت اخوتي، رانا كنموت، رانا كنموت اخوتي، رانا كنتقطع، رجلي بقى يعطيو الريحه اخوتي، اخوتي راه رجلي خنازو عليا اخوتي، اخوتي راه رجلي خنازو عليا. الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اخوتي المحسنين عاونوني، الله يرحم الوالدين، عاونوني الله يرحم الوالدين، شوفوا الحالة ديالي هاد مكاتشف فيها، أخوتي عاونوني الله يرحمكم الوالدين. إذا أنتم كتسمعوا راه الله يحسن العون ديالو، يعني في صمت، راه دابا جالس معانا وما قادرش يجلس، راه المعاناة راه يوميا هيدا. تصور أنه ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يدخل للطواليط، ما يقدرش يخرج، ما يقدرش، لا ما هزوني شي، ما نزيد شي، هادي راه 4 شهور ما كنعس لا بالليل لا بنهار، ما كنعس لا بالليل لا بنهار. انتم كيما سمعتوا قال لكم يقدر يخشي رجلو في العافيه وما يوقعلوش الحريق اللي وقع له دابا. هذا نداء كنوجهه في حد ذاته للمتتبعين الاوفياء لقناه شوف تي في، كنتمنى ان الاخ محمد يبقى فيكم وتعاونوا معاه، رقم الهاتف ديالو حنا وضعناه لكم، اي واحد قادر انه يتعاون مع محمد يتصل به لوجه الله، على حساب يتعاون معاه، على حساب ديك اليتامى اللي عنده، على حساب ديك الوليدات، راه شنو نقول لكم، حاله كتقطع في القلب، باقين صغار الوليدات، باقين صغار اخوتي، باقين صغار، حاله ديالو كتقطع في القلب،
كتقطع في القلب متشبعين الاوفياء. المهم رقم الهاتف ديال محمد احنا وضعناه لكم، اي واحد قادر يتعاون معاه يتصل به، اللي قادر يتعاون معاه يتصل به. وهذا نداء كنوجهه لوزاره الصحه، وزاره الصحه اللي هي المعنيه بالامر، ونداء كنوجهه لوزاره الصحه. محمد هو وحدكم، محمد راه كيعاني، شي نهار ولا اليوم ولا غدا تقدر تسمع بان رجلو راه تقطع. انا ما مبغيوهلوش. هذا نداء كنوجهه للمتتبعين الاوفياء، اللي قادر يعاوني يعاون يتعاون مع محمد، اللي ما قادرش يبارطاجي اللايف. كلمه اخيره اخي محمد، شنو تبغي تقول؟ اخوتي عاونوني، عاونوني المحسنين، عاونوني المحسنين. الله يرحم الوالدين، الله يرحمكم الوالدين، الله يرحم الوالدين. اي مسلم، اي مسلم الله يرحم الوالدين. اللي عاوني الله يرحم الوالدين، واللي ما عاونيش الله يرحم الوالدين. الله يرحمكم الوالدين اخوتي. انا كنتقطع، انا كنتقطع اخوتي، دابا قاعد وانا كنتقطع. يا امي يا ربي تشافيني يا ربي، انا كنتقطع اخوتي، رانا كنتقطع اخوتي، رانا كنتقطع اخوتي. شوفوا الحاله ديالي اخوتي، انت اخوتي شوف. اذا النداء ديال الاخ محمد حنا وصلنا لكم، النداء ديالو هو بين يديكم دابا، بارطاجي ولا عاون. ما قدرش تعاون عاون بلا بارطاج، عطى الله اللي عاون. وهذا نداء كنوجه لوزاره الصحه باش تدخل في هذه القضيه ديال الاخ محمد اللي كيعاني من رجليه، ورجلو يقدر يتقطع في اقرب الاوقات، راه كيعاني في صمت. اذا شكرا للمتتبعين الاوفياء لقناه شوف تي في، كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو اللايف باش يوصل للمحسنين، ولا يوصل لوزاره الصحه باش يعاونوا مع محمد اللي كيعاني في صمت. اذا شكرا للمتتبعين الاوفياء لقناه شوف تي في من مدينه العرائش.